يعني بمناسبة كلام حضرتك عن ان احنا نخليه يحل مشاكله، انا بعتبر المدرسة دي المجتمع بتاعه، يعني هو لسه ما طلعش بره قوي، فدايما بقول له ايه يعني شوف حل كده، حاول تشوف هتحل مشكلتك ازاي، ولو خلاص الدنيا قفلت في وشك انا ايه هاجي ابقى معاك او اساعدك، بالظبط. بس دي مش حاجه مستاهله مثلا ان انا اروح المدرسه. دي حقيقة. طيب بالنسبه للمشاكل بقى يا دكتور، يعني انا دايما ليا راي، لان انا شفت مثلا مشاكل وصلت لخناقات وقضايا بين الاهالي، طبعا. والمشكله بتبقى حاصله داخل المدرسه، فانا دايما بقول المشكله اللي بين الولدين، يعني مثلا لا تسي الايبادز والقلم بتاعتها والحاجات دي، حد مسك قلم كسره للتاني، طبعا في رولز وريجوليشنز بتاعت المدرسه بالظبط. الكل بيمشي عليها، انما في ناس لا طب خدي قلمي وخلاص، ممكن يكون طبعا اقل من التاني او كده، فده ما يوافقش، فالموضوع يتصعد للامهات، فوصل الموضوع فعلا للإدارة بتاعت المدرسة. للاداره، وبعد كده محاضر وقصه كده حصلت بين البيرنتس فعلا، يعني مش مثلا مدرسه وبيرنتس، لا اهالي مع بعض. انا دلوقتي لو ابني عمل مشكله في المدرسه او حد عمل له مشكله داخل المدرسه، يعني under the school umbrella زي ما بيتقال، المفروض ان انا رايي انا الشخصي انا بكلم المدرسه، والله انا ابني عندكم وحصل واحد اتنين تلاته، طبعا. حلوا لي المشكله، عشان انا ما بتواصلش دايركت مع اهل تانيين، والله ممكن يتقبلوا او ما يتقبلوش، انا ما اعرفش بالظبط. برضو المينتاليتي بتاعت كل الناس ايه، بس اللي عادي واللي بيحصل ان البيرنتس او الامهات بيروحوا مكلمين بعض بالظبط. دايركت كده، ويحصل انت بقى المشكلة وحصل اللي احنا واحد قلنا اتنين عليها. تلاته، او يبقى في تهديد بقى انا مش عايزه بس اروح المدرسه واعمل يعني مشكله ويبقى في كيس حاصله وكده، فانا قلت اكلمك، اللي هو في ضغط كمان في الموضوع، فانا دايما لما بيحصل حاجه انا بتجه للمدرسه، في حصل حاجه ودي اندر ريسبونسبيلتي بتاعتكم وانا ابني بالظبط. عندكم، انهي بقى الصح؟ يعني ايه اللي المفروض يتعمل في المشاكل اللي زي دي؟ بصي، انا دايما بقول يعني تحديد حجم المشكله. كل مشكله وليها، زي ما بيقولوا، كل مشكله وليها حل. في مشكله ممكن تتحل بين الاولاد مع بعضها، في مشكله ممكن تتحل بين الام والام فعلا في الجروب او برايفت، في مشكله لا بتكون خارج يعني نطاق قوي، فببدا فعلا الجا للمدرسه. المدرسة وطبعا كل مدرسه زي ما حضرتك قلتي بيبقى ليها الرولز والقواعد الخاصه بيها، هي بتقدر تحل المشكله. فانا بعمل ايه؟ يعني تصرفي بيكون على قد حجم المشكله. وعايزه اقول دايما الاهالي اللي بيعملوا مشكله كبيره من لا شيء، دايما مع الاسف بيكون عندهم وقت فراغ كبير جدا، اما بيصدقوا بقى يلاقوا مشكله يطلعوا او ينفذوا فيها يعني المشاكل الحياتيه اللي مش عارفين يحلوها في حياتهم، بيخرجوا او بينفذوا طاقتهم في المشكله ما دي. احنا بنتعرض بقى طبعا لمنتلز لناس كتير كتير في جدا. المجتمع، يعني برضو طبعا. مش هنقدر نقول ان كل الناس تحفة وزي الفل ونفس المنتاليتي بتاعتنا، ولا كل الناس برضو وحشة او عندها مشكلة. بالظبط. عشان كده مع بدايه العام انا بحاول اعلم ابني ازاي يحقق صداقات، يعمل صداقات جميله، صداقات حلوه، صداقات تفضل معايا. طبعا احنا كنا فاكرين صحابنا العمر بتوع كله المدرسه، طبعا، وفي ولغاية صحاب دلوقتي معانا لحد صحاب دلوقتي. المدرسة صح. صحيح ليه؟ صحاب طبعا المدرسة طبعا. فعلا. انا اعلمه بقى ازاي يكون صداقاته، وازاي يحتفظ بالصداقه دي لاطول فتره ممكنه، وازاي اختيار الصديق. ما هو مش كل صديق ينفع ان انا اقدر بالظبط. اقول عليه صديق، خصوصا البنات. انت عارفه مشاكل البنات اكتر من الاولاد، البنات دايما بيبقى فيه يعني احنا عاطفتنا جياشه اكتر. فدايما بقول للبنات خاصه في المرحله الثانويه لو هما بيسمعوني، بلاش تحكي، يعني انت خلاص دي بقت صديقتك وقريبه منك قوي، بس دايما بقول بلاش تحكي لها كل اسرار حياتك، او اسرار مثلا في مشكله حصلت في البيت ما ينفعش اروح اقولها لصاحبتي مهما كانت درجه الصداقه قوي. دايما بقول صديقه النهارده يا علي دي هتبقى صديقتي طول عمري، ولا صح ممكن تبقى طبعا عدوه بكره. طبعا. ودايما بقول لكل بنت، انت ما تعرفيش في يوم من الايام انت ممكن تبقي ايه. ما تخليش حد يمسك عليكي نقطه ضعف في حياتك تاثر عليكي فيما